لأن رجل بين قوسين أنا ما بقبل أساعدها من الحكي اللي بقول رجل حزب الله في هذه المدينة وفي ناس أحيانا بتقوس من باب 12 أيار 9 أنا حكيت عن الموضوع لعنده كل هذا التاريخ النظام التراث النظام وهي الجذور العميقة وهي التضحية كبير تقدم من دفاع عن كرامة المدينة وكرامة أهل وأنت بتعرف إنه مين استشهد وكيف استشهد مش أنا المنتجي يكون رجل حد أنا رجل هذه المدينة أنا ابن هذا التيار الوطني أنا قلت بيوت ومكاتب اللي كانوا مستهدفين بالمدينة بيوت ومكاتب